متابعونا، نرحبكم من جديد في ثاني فقراتنا لهذا اليوم. بنتكلم عن الاتصال الفعال، رسالتنا إلى الآخر هو عنوان هذه الفقرة. سعيدة جدا بأنكم معنا داخل الاستوديو أستاذ أمير يونس، اختصاص التطوير السلوكي الوظيفي. مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. كيف احوالك ان شاء الله؟ مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا جزيلا، اشكر الفريق العامل لـ S24، واتمنى ان نكون خفيفين شويه على المشاهدين ان شاء الله يا رب. مرحبا، ونكون اتصالنا معهم اتصال فعال، يعني ان شاء الله ده اللي بنتمناه. مليء بالانصات ومليء بشروط الاتصال الفعال عامه ان شاء الله. مرحبا بك. وبدايه لما نتحدث عن الاتصال الفعال، يعني شنو الاتصال الفعال؟ والله الاتصال الفعال هو عنده تعاريف كثيرة، يعني منهج ضخم جدا جدا، بعدين هو ما يعني منهج يكون ما جديد، لكن حسي مع العولمة والجلوبلايزيشن والحياة الحاصلة في العالم دي حصل فيه تعديل، وأصبح بقى في مهم في كثير من المنشآت. هو أصلا علاقة بين المرسل والمرسل إليه، الكلام العادي، المرسل اللي هو السيندر والريسيفينت، لوصول لهدف معين ينفع الطرفين. والاتصال هو أنواع، لكن أكثر الاتصال الناس بيتكلم عنه اللي هو بيجي العنوان بتاع موضوعنا وعنوان كتب وعنوان منهج كامل اللي هو الاتصال الفعال. الاتصال الفعال بيختلف من الاتصال العادي، يعني مطلوب بيجي أصبح وبيجي فيه تدريب وبيجي يعني أهميته في المكتب بالنسبة للموظفين أصبح مهم جدا جدا. مثال الاتصال الفعال مثلا، لو في مثلا موظف بيسأل عن موظف مثلا يتأخر من المكتب، سأله قال لي أنت وين؟ رد عليه بالموبايل قال لي قريب قريب مثلا وقفل الموبايل، ده بكون اتصال ما اتصال فعال. ليه؟ لأنه يخلو من أي فلكسبيليتي، يخلو من أي مرونة، ويعتبر أنه ممكن نقول عليه درايف شوية، جاف. نعم؟ جاف جاف خالص. أو جاف، ممكن نقول جاف شوية. فالمرونة هي مطلوبة، المرونة اللي توفرت مع الاتصال الفعال يتكون. فلو كان الرد عليه ده قال له والله مثلا الشارع زحمة، الكوبري في سيارة قافلة الشارع بتاع دي كده، ممكن تكون فعل الموضوع، يعني بيجي الاتصال فيه تفعيل، وبيجي الرد يعني عمل مرونة للموضوع وخلى الموضوع يبقى فيه اكستنشن وخلى فتحه أكتر يعني. فبقول لك دائما الاتصال الفعال مطلوب في المكاتب، مطلوب في التوظيف، مهم جدا جدا. ليه؟ لأنه النتيجة دائما لما تكون النتيجة فيها رد رادع زي ما بيقولوا، بتكون بتقلل من التواصل بين البشر والتواصل بين الموظفين. وطبعا دي الحاجة المرجوة بانه يكون في اتصال فعال منتشر بيننا او منتشر في يعني بين الموظفين في المكاتب وغيره. في جزء كبير من المشاكل الأسرية، الزوج مع الزوجة، الابن مع الأب، بيكون الاتصال ما فعال، بيقول لك اتصال مشوش. ليه؟ لأنه بيكون الردود يعني الردود بتكون مختلفة، والطلب بيكون مختلف. يعني مثلا يعني يقول لك الردود مختلفة، تجد كثير جدا جدا من الناس يعني حقه نحن نعرف بأنه هذا المرسل دائما المرسل بيكون حيتعامل، يعني أي واحد أنا أنت كلنا بنتعامل مع 75% من أنماط البشر المختلفة. ال 75% ديل فيهم بيتكونوا من أربعة عناصر، أو بيتكونوا من أربعة كاتوغوريز أو أربعة فئات. في القيادي، في الودود، في المعبر، وفي المحلل. القيادي ده دايما مهما يجيب له خبر لازم يديك رأي فيه، بيكون ريستريكتد شوية كده، وعنده رأي، عنده رأي دايما. عشان كده لما تيجي تتعامل معه، عشان الاتصال الفعال تصل لمرحلة إنجاز الاتصال الفعال، لما تيجي تتعامل معه بأنه تخلي له سبيس معينة، بأنه يا ريت لو توريه أنه أنت رأيك الأول. بالنسبة للمحلل ده، مش في ناس بعض البشر واحد تتكلم معه يقول لك كده كده كده، عيد الكلام ده تاني، عيد أكيد لي تاني، أي بفكر فيه. ده دايما النتيجة بتاعته بتكون ما سريعة، بتكون يعني بتاخد وقت. المعبر هو دائما بيكون داير سبيس، يعني منطقه دائما يكون متحرك ومعلق، معلق كثير، بعدين محبوب في المجتمع، يعني دائما في المكاتب يكون محبوب، يعني مهما كان المكتب فيه ريستريكشن ولا بتاع، تلقاه بتحاول من المكتب تلقاه لافي في المكاتب، لكن عنده وجود. ده المعبر.
أما الودود من كلمة ودود يعني معروف هو عنده ودود كبير. أي بس ما محبوب ليه؟ لأنه النتائج بتاعته دائما موافق، دائما بيكون موافق، وفي النهاية بتكون الاتصال الفعال معه معروفة نتيجة شنو. وطبعا الاتصال الفعال يعني عالم ضخم جدا جدا، نتمنى إنه يكون في المنشآت كلها، نتمنى إنه يتدرب ابتداء من المدارس، يعني ابتداء من الكليات. طبعا في كليات موجود، في هو منهج كبير وانتشر في بريطانيا اكثر حاجه وفي امريكا، وحسي يعني ان شاء الله حنكون نحن من يعني في اكثر من مركز لتدريب هذا المنهج العظيم. طيب خلينا نتكلم برضو عن نقطه ثانيه، وهي نقطه مهمه جدا فيما يتعلق بالاتصال الفعال. انت قلت انه في انواع وانماط كثيره ومختلفه جدا من البشر، وفي مواقف كثيره ممكن برضو تبين اذا كان الاتصال فعال او لا. ايوه. في لغات ثانيه برضو بتتحكم في هذا الاتصال الفعال غير اللغه بتاعت الكلام. أيوة. يعني في لغه الجسد في بعض الاحيان تقريبا بيحدث تحليل للاتصال سواء كان فعال او غير فعال من خلال لغه الجسد. طبعاً. فانا عايزه اتعرف اكثر على النقطه. ايوه، لغه الجسد اللي هي البودي لانجويج. أيوة. قلنا البودي لانجويج هو حقيقة يتكلم عنها عالم فرنسي اسمه هوربون بدري، بأنه أي اتصال فيه 97% أي اتصال فيه 97% غير لفظي، يعني غير مفردات منطقة كلام. ال 97% مكونة من 38% الإيماءات أو ما يسمى بنبرة الصوت، آسف نبرة الصوت. دي 38%، وال 55% هي البودي لانجويج او حركه الجسد. والبودي لانجويج ده هو علم، لكن علاقته بالاتصال الفعال قويه جدا جدا، لانه انت حسي لما اكتشفنا في اي اتصال اكتشفنا ان عندنا 7% بس من المفردات المنطقه يعني الباقي ده كله يعتبر تبع البودي لانجويج. ومذكور هو مذكور في يعني من بدري حتى في يعني خير دليل في القران، فلما بلغ بين السدين بالنسبه لذو القرنين، فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما يكادوا لا يفقهون قولا، قالوا يا ذو القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهما ردما؟ رد عليهم قال لهم يعني برضه قال لاحظت هو قبيل قال لنا يكادوا لا يفقهون شيئا. أكد في الأول. فكيف مشروع كبير زي دي سد كامل فصل دولة من دولة، فصل الناس يأجوج ومأجوج من دولة كاملة، ما تم إلا بلغة الجسد أو بالبودي لانجويج. ده تم بالبودي لانجويج. نيجي نعاين مثلا بالبودي لانجويج. بعدين مشروع زي ده حس الليلة دي لو تكلمنا مثلا عن البروجكت مانجمنت إدارة المشاريع، تجد إنه مشروع زي ده عايز مجهود ضخم جدا جدا في التقارير. هو تم بس بالبودي لانجويج او بلغه الجسد. نيجي نعاي مثلا نستدل بالقران زياده، مثلا نعاي لسوره مريم، فلما انتبذت به مكانا، لما انتبذت بمولودها مكانا قسيا، هنا الوحي قال لها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نزلت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اكلم اليوم انسيا ونزلت للرحمن صوما، هو قال لها فقولي. لما اتت الى قومها تحمله، لما سالوه اشارت اليه. فهنا إذن لغة كلمة قول وكلام وقولي وده كلها في النهاية بتصب إشارات في بوتغ الإشارة. فالإشارة هي مهمة جدا جدا، وممكن نضيف لها الإيماءات اللي هي إشارة ممكن بتاعت الوجه، وممكن نقول النبرات الصوت سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، سواء كانت أيوة دي بتعتمد على العناصر للتعبير، دي بتعتمد على شروط. طيب كويس. في برضو معوقات الاتصال أحيانا بتكون موجودة، يعني بيكون ما في اتصال فعال ما بين المكان اللي احنا نتكلم عنه. أيوة. المعوقات دي كيفية انه نتخطاها وكيفية انه نتعرف والله انه في معوقات الان حاصلة؟ ما هو زي ما ذكرت لك، اهم حاجة معرفة انماط البشر هتتعامل معهم، اهم حاجة. وتو ميك بوس انس ميت، يعني انا كبير قلت لك في بعض المشاكل الاسرية وكده او في المكاتب بتكون في بعض الخلافات، القيادي لو يتواضع شوية والودود لو بقى صعب شويه ممكن بوس انس ميت يتلاقوا، يعني يكونوا الحاجه المرجوه والاتصال الفعال. هي صراحه بتعتمد على المرسل، المرسل هو مسؤول اول على الاتصال الفعال.
ولأن المرسل ذاته بيساهم من الساعات بيبقى هو مستقبل اللي هو وين؟ في مسألة التفكير. تلقى التفكير إنسان مفكر بعد مرات حاجة هو بيسأل نفسه وبيجاوب. نجي للمسألة بتاعت في سؤال تاني اللي هو علاقة بالمادي ولا في سؤال تاني اللي هو علاقة بالبودي لانجويج ولا لغة الجسد؟ لا احنا يعني تقريبا كده غطينا جزء كبير من من المحاور، لكن خلينا نقول كده في تلخيصنا للحديث حول الاتصال الفعال، خلينا نتكلم عن وصفة عملية للاتصال الناجح. والله هو دراسة هذا المنهج مهمة، يعني لازم الإنسان يكون ملم بهذه الدراسة ومعرفة، نرجع تاني مع أنماط البشر، وفي حالة يعني مثلا إن إحنا في حاجة المفروض نتكلم عنها اللي هي البودي لانجويج مختلفة في من شعب لشعب، لكن هي فطرة في الإنسان. يعني الطفل الصغير لو طالب حاجة ممكن من تعابير وشه تعرفها، ممكن من أقل حاجة تعرفها، يعني ما قل تصرف. يعني إنسان لو ما بيتكلم تلقى الإيماءات أو البودي لانجويج ممكن يوصل للهدف اللي هو دايره. بالنسبة لتعميم عدم الخلاف في التوظيف as general يعني، واستمرارية الحياة، وممكن تكون ما في يكون أي خلاف في 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 موجود مثلا في أي منشأ إن كان توظيف أو إن كان المنزل، هو التدريب على هذا المنهج. نعم. هو ضخم شوية. برضو ممكن نيجي نقول مثلا بالنسبة للشعوب مثلا، إنتي تكلمت أو سألتنا عن المعوقات، يعني مثلا أخواننا الشوام بيقولوا بلش لأبدأ، ونحن بلش عكس طوالي، يعني نحن بلش اتخاذ قرار أنهي. صحيح. ويكونوا في ناس كثيرين بالنسبة للأخواننا السودانيين في الخليج تكون واجهوا الحتة دي بتاعت إنه بلش وابدأ، أو مثلا يقول لك فوت ويقصد لك إنك أدخل، لا هو عندنا إحنا معناه أمشي. بالضبط. وفي بعض الناس بيقال إنه اللا بتاعتهم نعم ونعم بتاعتهم لا، وفي بعض الشعوب زي الهندي مثلا. نعم. الهند عندهم الهزة بتاعت الراس دي. الهزة دي هي الحقيقة مشهورة في الجنوب. نعم. مشهورة في ولاية تامل نادو، ولاية كيرلا، ولاية تريفاندرم. نعم. ممكن تكون لغاية جزيرة سريلانكا. كل واحد كل ما هز راسه معناه احترام أكثر. نحن نتمنى إنه الناس والله تستفيد من النصائح دي بشكل كبير جدا. إن شاء الله. شاكر لك أستاذ أمير يونس، اختصاصي التطوير السلوكي والوظيفي، والحديث فيما يخص الاتصال الفعال ورسالتنا للآخر.